موجز لأهم الأنباء من قناة طناس، وحياكم الله. أدان المؤتمر الوطني العام أسماه الإجراءات الإجرامية التي ترتكبها عناصر مجرم الحرب حفتر من تجويع وحرمان لأهل مدينة قنفودة أو لأهل مدينة درنة، محملا مرتكبيها المسؤولية القانونية والأخلاقية حيال ذلك. المؤتمر في بيان له اعتبر أن ما يتعرض له المواطنين في درنة يتعرض مع جميع القيم الأخلاقية والحقوقية والإنسانية، مضيفا أن حصار المدنيين فيها جرائم يعاقب عليها القانون المحلي والدولي. هذا ودعا المؤتمر كل المنظمات الإنسانية إلى اتخاذ موقف جاد حيال حصار المدينة، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة اطلاع الأمم المتحدة بدورها وعدم الاكتفاء بإبداء القلق دون تجريم مرتكبيه حسب نص البيان. قصفت المدفعية الثقيلة التابعة لقوات الثوار في مدينة سرت النقاط الأخيرة لتمركز عناصر تنظيم دولة بالجيزة البحرية شمالية مدينة سرت. مصادر عسكرية في المدينة قالت أن قوات الثوار تتجهز لاقتحام آخر معقل تنظيم دولة داخل الجيزة البحرية. ومن جهة أخرى، تمكنت قوات الثوار من تحرير 22 محتجزا لدى تنظيم دولة في مساكن الجيزة البحرية، أغلبهم من جنسيات أفريقية مختلفة وبينهم نساء وأطفال. استهدفت سرية المدفعية التابعة لمجلس شورى ثوار بني غازي اجتماعا ضم مجموعة من القادة التابعين لمجرم الحرب حفتر بعدد من قذائف الهاوزر، وذلك حسب ما ذكر عصام المغربي مراسل مركز السرايا. المغربي وفي تصريح لتناصح قال إن قوات المجلس استهدفت سيارة مسلحة تابعة لقوات مجرم الحرب حفتر داخل محور لقوارشة، والاستهداف أسفر عن مقتل سائق السيارة وإصابة من فيها. هذا وقال مركز السرايا الذراع الإعلامي لمجلس شورى ثوار بني غازي السبت أن سرية المدفعية التابعة للمجلس استهدفت قاعدة بنين الجوية بعدد من صواريخ الجراد. أعلن مجلس حكماء عيان مصراته ومباركته لانتصارات الثوار على ما يعرف بتنظيم دولة داخل مدينة سرت. هذا وأكد مجلس حكماء عيان مصراته على تمسكهم بمبادئ ثورة فبراير في بناء دولة القانون والمؤسسات. حكماء وعيان مصراتة في بيانهم شددوا على ضرورة الالتزام بإحكام القضاء، داعين المؤتمر الوطني العام لممارسة مهامه بشكل يضمن وجود مشروع لتسليم السلطة لجهة تشريعية جديدة. وفي الخبر الأخير، حيث أعلن تجمع ساحات وميدان الثورة في مدينة مصراتة دعمه التام لعودة المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني. هذا ودعا تجمع مؤسسات الدولة إلى ضرورة التعامل مع المؤتمر الوطني العام باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة في الدولة. تجمع ساحات الثورة في مصراتة في بيانه أكد مباركته لبيان الملتقى السادس للجيش كاملا كما تمت إذاعته عبر وسائل الإعلام، ومستنكرا خطف العلماء والنشطاء. ختام الموجز، إلى اللقاء.